وعلى الرغم ان السيسي كان اول المهرولين لإيمانويل ماكرون بعد تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة التعبير عن الرأي، على الرغم كمان ان السيسي تحدى مشاعر 2 مليار مسلم في العالم وراح حط ايده في ايد ماكرون وكأنه لا يبالي بحملات المقاطعة وحملات المطالبة لماكرون بالاعتذار، واللي وقف السيسي ونظامه مع ماكرون منذ اول يوم وقال لك ان دعوات المقاطعة الهدف منها يعني الذهاب الى المنتجات التركية او دعم الاقتصاد التركي. لم يشفع كل هذا لعبد الفتاح السيسي ولا لإعلامه، فماكرون ما زال بيستعر من وجود امثال عبد الفتاح السيسي. اي نعم كرمه، كرمه لانه هرول اليه، وكرمه لانه راح قعد معاه، وكرمه لانه تحدى العالم الاسلامي، ولكن في السر. عارف المثل اللي بيقول ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتحاسبوا، وعامل زي الست اللي ماشيه بطال، لا اهلها طايقينها ولا حتى اللي بيدفعوا لها فلوسها طايقينها. ده اللي حصل مع عبد الفتاح السيسي. كرمه ايمانويل ماكرون بالوسام الاعلى او جوقه الشرف الفرنسي، الوسام الاعلى في فرنسا، لكن بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن الاعلام. وده اللي كشفه الاعلام الفرنسي اللي قال لم يدعى صحفي فرنسي واحد ولم يسمح لدخول كاميرا واحده الى مقر التكريم، لدرجه ان الاعلام الفرنسي اضطر انه ياخد الصور من الاعلام المصري اللي فرح طبعا وهلل بهذا التكريم. عايز اقول لك كمان موقف عشان تعرف قد ايه العالم او ازاي الناس بتبص لواحد ذليل زي عبد الفتاح السيسي اللي كان بيبص له ترامب على انه الدكتاتور المفضل، وان تشعر بالتعرق لو اتكلمت معاه. عمدة باريس حاولت الا تلتقط صور او حد يصورها مع عبد الفتاح السيسي. ده حتى كمان وزيرة الدفاع الفرنسية كانت حريصة جدا انها ما تتصورش مع عبد الفتاح السيسي. الكل خايف يتصور جنب السفاح، الكل بيحاول يتحاشى او يتلاشى وجوده مع عبد الفتاح السيسي، لان التاريخ لا يرحم. يوم من الايام التاريخ هيكشف ظلم وبلطجة وفساد عبد الفتاح السيسي، وقتها اي حد حط ايده في ايد السيسي هيبقى ملعون في التاريخ.